ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان محمد الحواري، المتحدث الإقليمي باسم منظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سيد محمد، كنا على تواصل معك دكتور محمد، لكن اضطررنا للتوجه لمؤتمر صحفي مباشرة، لكن عدنا الآن لك مرة أخرى. كنا نتابع قبل قليل عن أدواركم في تخفيف العبء عن أطفال سوريا تركيا، الأرقام المعلنة عن الأطفال المتضررين في البلدين مخيفة حقا، فيما يعني تبدو يعني صعبة للغاية، فما هي خطتكم حاليا للتعامل مع هؤلاء الأطفال؟ 7 ملايين طفل أو يزيد الموجودين في داخل الجنوب التركي والشمال السوري، لكن لنتحدث قليلا عن 2,400,000 الموجودين في الشمال السوري لوحدهم، هم بحاجة ماسة إلى الوصول إلى المياه النظيفة مثل ما ذكرنا، وهذا أمر ليس بالهين ولا هو بالسهل ولا يستخف به، لأنه أي انتشار أو تفشي لأي نوع من أنواع الأوبئة قد يكون فتاكا تحديدا في ظروف ما بعد مثل هذا الدمار الذي طال العديد من المناطق في تلك البقعة من الأرض. وأيضا الأمر الأهم اللي نحن نسعى إليه وجاهدين وبدأنا فيه من أول أيام المصاب، ألا وهو توفير الدعم النفسي اللازم والدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال. ليس من السهل عليهم، خصوصا أنهم عاشوا فترة طويلة من الحرب، بل غالبهم ولدوا في فترة هذا الحرب في عقد الزمان الماضي، ووعوا على دمار مستمر، بالإضافة إلى نزوحهم عدة مرات ولجوءهم مرات أخرى. والآن مع هذا الفاجعة يحتاجوا إلى دعم نفسي مهم جدا، بالتالي من خلال مراكزنا المجتمعية المنتشرة في الشمال السوري وشركائنا الموجودين على الأرض، نحن نحاول تقديم الدعم النفسي اللازم. وبدأنا حقيقة بتقييم الأضرار اللاحقة بالمراكز التعليمية والمدارس والمراكز المجتمعية، ونحن في صدد المطالبة المالية من دول العالم كي نستطيع المساندة في ترميم هذه المراكز التعليمية وإعادة تشغيلها، لأنها مهمة جدا لاستمرار حياتهم وسلامتهم النفسية. وهناك أمر جدا مهم أيضا نحن نسعى إليه، ألا وهو الحماية الاجتماعية لهؤلاء الأطفال، بحيث أنه لا يتاح مساحة لتبنيهم قبل التأكد من عدم وجود ذويهم، خصوصا ما بعد الأزمات الضخمة مثل هذا الذي حصل. لذلك نحن نحاول من خلال مراكز الإيواء المساندة من خلال الشركاء لإيجاد ذوي وأهالي الأطفال الذين فقدوا أهاليهم مع الأسف. طب يعني دكتور محمد، هل تحظون بالمساعدة الكافية من قبل الدولة النظام للوصول لأكثر قطاع ممكن من المحتاجين المتضررين ولا سيما الأطفال؟ في الحقيقة في هذه المرحلة اليوم اللي هي موجودة، هناك تعاون دولي من جميع دول المنطقة، هناك مساندة دولية من جميع دول العالم، بل أيضا هناك قرارات مبشرة يعني بمستقبل أفضل من خلال فتح معابر متعددة، وأيضا من خلال الدعم اللوجستي على الأرض. هذا يجعل عملنا أكيد أسهل، وأكيد سيكون مباشر للمستفيدين دون تأخير. وذكرت لك سابقا بأن هناك أكثر من 17 جمعية محلية تعمل على الأرض، من شأنها تقييم الأضرار، من شأنها إيصال المساعدات مباشرة لهم، بالتالي من خلال هذه السلسلة المتابعة توفير الاحتياج من الخارج، شحنه ونقله، إيصاله إلى الأرض، ومن ثم الجمعيات إيصاله مباشرة إلى المحتاجين، بالتالي سيكون هناك مردود أفضل على صحة وسلامة العقلية لهؤلاء الأطفال. اليوم استطعنا إيصال كثير من المساعدات من خلال مراكزنا المتواجدة في الداخل، وأيضا جسر الإمداد الإغاثي مستمر، على أمل أن يتم جمع المبلغ الذي طرحته الأمم المتحدة مشتركة جميع المنظمات بقرابة 400 مليون. هذا مخصص في قسم خاص للتغذية التكميلية الأساسية للأطفال، وفيه قسم خاص للتعليم ودعم المراكز المجتمعية، وهذول الأمرين هم حقيقة جدا مهمين تحديدا في مثل هذا المصاب الجلل، لأنه إذا فقدنا هؤلاء الأطفال صحتهم وسلامتهم فنحن قدناهم مرة أخرى إلى خطر بعدما أنقذناهم من هذا الدمار.
طيب دكتور محمد، دعني ويعني أشاركك آخر الأرقام التي صدرت من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، التي أكدت تضرر 4,600,000 طفل في تركيا ومليونين وخمسمائة ألف طفل في سوريا. هل لديكم الموارد التي تكفيكم لتتعاملوا مع هذه الأعداد؟ في اللحظة الحالية هو لا يتوفر ما يكفي كل هذه الأرقام، لكننا نحن نعول على المساندة الدولية وتوفير المبلغ اللازم بشكل عاجل وطارئ من جميع الدول المساهمة حتى نستطيع تلبية هذه الاحتياجات. أي نعم، هناك جسور جوية من دول عدة، ومن ضمنها مصر ومن ضمنها دول أخرى كثيرة، لكن حتى يكون هناك استهداف مباشر لهذه الاحتياجات قمنا بإطلاق هذه نداء الاستغاثة الذي خصص الاحتياجات بشكل مفصل، ولعلكم اطلعتم عليه. هو فيه أقسام مخصصة للتعليم وللتغذية الأساسية للطفولة وللحماية والمراكز المجتمعية، هي حقيقة التي بحاجة لتلبية سريعة. اليوم هل لدينا كل ما يكفي؟ نحن يوجد لدينا مخازن للطوارئ وحالات الطوارئ، في الحقيقة استنفدنا كل ما فيها مباشرة للتلبية، لكنها لا تكفي لحجم الاحتياج الضخم الذي هو أصلا مستمر للأسف من قبل هذا الزلزال. كان هناك قرابة 1,300,000 طفل ممن هم في تحت يعني للاحتياج، سواء كان بسبب فقر الدم أو الهزال أو التقزم، أو حتى والديهم بسبب ظروفهم الصحية. لكن اليوم المبلغ الرقم الأطفال المحتاجين أصبح الضعف، وليس فقط الضعف بل الضعف وطارئ فورا. بالتالي نحن نعول بشكل كبير جدا على تلبية الاحتياجات ومساهمة الجميع، سواء كان من الأفراد أو من المؤسسات الكبرى أو حتى من الدول، حتى نستطيع تلبية كل اللوازم الأساسية. هناك رزم تم توزيعها، رزم مخصصة للشتاء تحتوي إلى ألبسة دافية للأطفال من جاكيتات وبناطيل وقبعات وأحذية وغيره، وأيضا تم توزيع البسكوت المقوى اللي هو يعادل الطعام المطهو يعني، لكن بدون ما يكون فيه احتياج للغاز وغيره. هذا البسكوت أساسي لرفع قدرات الجسم للتحمل، خصوصا بعد قضائهم، الكثير منهم قضوا ساعات طويلة تحت هذا الركام وهم بحاجة إلى تغذية أساسية. وقمنا أيضا بتوزيع المياه الصالح للشرب، نحن نوزع يوميا في الشمال السوري لوحده قرابة 300,000 لتر من المياه صالحة الشرب، وأيضا الكبسولات المخصصة التي توضع في خزانات المياه لضمان عدم وجود أي نوع من أنواع الأوبئة فيها. من هنا وهناك بالمساندة والمشاركة جميعا، أعتقد أننا سنصل إلى ما نسمو إليه من خلال أن يكون هناك حياة كريمة وآمنة لهؤلاء الأطفال. طبعا أعتقد يعني كما ذكرت استنفاذ يعني ما لديكم من مواد لتغطية احتياجات الأطفال أو الأسر التي تم إنقاذها ربما يفسر دعوة أنطونيو جوتيريش لجمع 400 مليون دولار لضحايا زلزال سوريا. ولكن دعني أنتقل معك إلى الحالات الطارئة، حالات للأطفال التي فقدت أسرهم بالكامل، فما هو الدور الذي يمكن أن تقومون به لهؤلاء الأطفال بالتحديد الذين لم يعد هناك من تبقى من أسرهم حياً؟ هو من المبكر حقيقة أن نتخذ قرار جزمي بأن لا يوجد أي أحد من ذويهم. بالعرف القانون الدولي عندما تكون هناك مثل هذه الحالات الصعبة، يكون يجب أن يفتح مساحة كبيرة جداً لأمل لم الشمل، بحيث أنه يجد أقرباء بالتسلسل من الأب وأخو الأب وأبو الأب والأم وأم الأم وأخت الأم، يعني من هم في دائرة العائلة الأولى. لذلك يتم التحفظ على هؤلاء الأطفال في مراكز خاصة لحمايتهم ومتابعة احتياجاتهم، مع المشاركة مع الفرق الأخرى والمنظمات الأخرى للبحث عن ذويهم، حتى تأخذ مساحة كافية من التأكد أن لا يوجد له أي أحد ممكن أن يكون من أقاربه أو يكون من ذويه يتولى رعايته. بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الأخرى، وهي ما تسمى بمنظومة الاحتضان الأسري. من هي من الأسر المناسبة لاحتضان هؤلاء الأطفال؟
مع متابعتنا ومتابعة شركائنا بأن يكونوا أن ينشأون في أجواء ملائمة ومناسبة لهم. لكن اليوم خلي يكون عندنا أمل كبير جدا بأن يكون لكثير من هؤلاء الأطفال ذويهم يكون لهم من هم يستطيعون إعالتهم ومتابعتهم من أقاربهم. إذا لم يكن سننتقل للمرحلة الأخرى ألا وهي الاحتضان. في الجنوب التركي هناك مؤسسات حكومية تركية مثل وزارة شؤون الأسرة هي ترعى ذلك، وفي الشمال السوري يوجد الكثير من المنظمات المعنية بهذا الشأن. من خلال إشرافنا على هذه المنظومة نحن نحاول حقيقة حماية حق الأطفال وعدم استغلالهم بأي طريقة ممكنة والإساءة لهم، خصوصا في هذا الظرف الصعب. نأمل أنه تنتهي التقييم وينتهي عملية البحث وغيرها. والحقيقة أتمنى يتبقى أن تستمر جهودكم في سوريا وتركيا والوصول لأكثر المناطق المتضررة ويعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة الأطفال. أشكرك شكرا جذيرا من العاصمة. بس في نقطة واحدة مهمة سريعا. يجب أن تبقى في أذهاننا أنه نحن كيونيسف موجودين على الأرض منذ سنوات طويلة، منذ بداية الأزمة السورية وقبلها حتى حتى نقوم بخدمة هؤلاء الأطفال، لكن هذا المصاب الجلل هو الذي جعلنا نطلق نداء استغاثة عاجل جدا، لكننا نحن على الأرض ونعمل وسنبقى هناك. نعم، أشكرك شكرا جزيلا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور محمد الحواري المتحدث الإقليمي باسم منظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شكرا جزيلا لك.